بص دينا، انا النهارده يمكن بحب اربط الاحداث من بعيد شويه. فالنهارده البي بي سي كانت عامله على الموقع تحقيق عن دكتور مصري اسمه عبد الرحمن السعيد. الراجل ده مرشح حاكم لولايه ميتشيغان في امريكا، وهي احدى كبرى الولايات في امريكا حسب يعني ما اعتقد، يعني مش عايز اخوض في وضع الولايه. ولكن ايه قصه دكتور عبد الرحمن السعيد ده؟ هو مهاجر مصري لاسره قديمه معاه جنسيه امريكيه، ويستعد للترشح كحاكم لولايه ميتشيغان، وجمع تبرعات حوالي 2 مليون دولار وداخل في منافسه. ايه الهدف من اللي بقوله ده؟ الراجل ده 33 سنه مسمينه اوباما الجديد. هم الامريكان يحبوا التقليع، فجالهم رئيس اسود البشره في انتظار يعني، ودي اعتقد مستبعده، ولكن قال لك طب وهل بقى جه الدور على رئيس امريكي مسلم ولا حاكم ولايه مسلم الاول؟ لان دي ما حصلتش قبل كده. فهي دي الفكره، تربيه يعني مواطن او تربيه قائد قبل يعني ممكن عبد الرحمن السيد ده بعد 20 سنه يبقى رئيس امريكا، الله اعلم. هي دي السياسه، دي الحلقه المفقوده عندنا في مصر. مع كامل احترامي انا مش عايز اقول كل الساده زملائي مقدمي برامج التوك شو اتكلموا في كل النقط، بس انا ببص لها، عايزين نبص لها من زاويه تانية. سياده الفريق احمد شفيق وله كل الاحترام، 4 سنين قاعد في الامارات، وقبل الترشح باسبوعين ثلاثه او بشهر اعلن الترشح وتراجع عنه. سياده الفريق سامي عنان بقاله سنين عامل حزب اسمه تقريبا العروبه، ليس له اي تواجد جماهيري او سياسي، وفجاه اعلن الترشح ولاقى ما لقاه من يعني في خصوص حته القانون او غيره مش عايزين نخوض فيها. السيد خالد علي بعيدا عن انه ما كملش التوكيلات او كملها، ده موضوعه. طب كنت فين يا استاذ خالد علي بقالك 7 سنين من ثوره يناير للنهارده؟ لا عندك حزب ولا عندك قاعده شعبيه ولا عندك حتى جروب على الواتساب تلم بيه التوكيلات. يعني الناس اللي بتقول لك اصل وقت التوكيلات قليل، انتوا ايه السطحيه دي؟ انت في 9 ايام هتلم توكيلات؟ لا يا فندم، هو احنا ما اتفاجئناش بالظبط، ما اتفاجئناش. يعني اللي بيحضر نفسه يا دينا يبقى رئيس شركه، مش هقول لك رئيس بلد، بياخد المناصب بالدور كلها بيتدرب. انت النهارده عايز تبقى رئيس جمهوريه، بعيدا عن بقى القمع والاختفاء القسري والحصري والقصص اللي بنستخبى وراها عشان نبرر تراجعنا. طب يا سيدي في اختفاء ودلوقتي وافتراء وقمع زي ما انت بتقول، طب ما قبل ذلك من 2011 ل 2013 كنت فين؟ كم حزب شعبي ظهر في مصر؟ حتى الحزب الوحيد المصري الاحرار اللي كان امل الحياه الليبراليه في مصر انقسم. حتى الاحزاب الثانيه المصري الديمقراطي والدكتور ابو الغار والناس دي والناس المحترمه دي اختفت. حتى القاده اللي على السوشيال ميديا المنتشرين ما لهمش اي تواجد في الشارع. طيب. عندنا ازمه في تربيه رئيس جمهوريه. شوفوا لنا يعني اللي يبقى رئيس جمهوريه يا جماعه مش وليد اليوم ولا اللحظه، اللي هيبقى رئيس جمهوريه ده لازم الشعب كله يبقى عارفه من 20 سنه فاتت. ده رايي الشخصي ان هي دي المشكله. احنا بننقي، احنا قاعدين عندنا مشكله في الديمقراطيه. انت اتحاد الملاك في العماره طول النهار مبهدلين بعض، يعني حتى العمارات فما بنتفقش على حد، ما بنتفقش، خلينا نقول